إخواني وأحبائي الأعزاء في البرنامج التعليمي للأورل بأشهر الأغاني العربية والمغربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنتعرف على أغنية جميلة جدا لمجموعة المشاهب وهي أغنية خليلي أو ما يسمونها بعض المرات أرصامي. أرصامي أو خليلي هي أغنية جميلة لمجموعة المشاهب، فنتمنى أنكم تستفيدوا منها. بقوا معنا. أغنية خليلي لمجموعة المشاهب أغنية معروفة، بأغنية يعني معروفة بعنوان خليلي وكذلك برصامي، فهي في مقام نهواند على الله. نهواند على الله على الشكل التالي: نهواند على الله في تذمر الله حتى الله بدون علامات على السلم الموسيقي. فقط النوطة الحساسة وهي السول دياز، ولكن لا تكتب في السلم الموسيقي. طبعا ناخذ ايقاع جناوي على سرعة 100، وناخذ يعني صوت موندولين او بانجو او جيتار الكتريك. وغناخذ المقدمة. طبعا هذه مقدمة بسيطة يعني فين فيها كمالة، ولكن ما بغيناش يعني نطولوها بزاف، فقط ناخذ هذا تبدا من مي من هنا. نعيدها ببطء. سنعيد الآن المقدمة ونأخذ الغناء الأول. فيما يخص المقطع الأول، ثم نعيد المقدمة الموسيقية ونذهب إلى المقطع الثاني. فطبعا كان هذا المقطع الثاني مع الموسيقى. الان غنمشيو دابا المقطع الثالث في التغيير في الموسيقى، لان تتولي بحال الكلام في الاخير. ويهي من وجد بيا في الزرافيه
نشوف نجم في السماء ساقط بعد كان معلي شدلو نقطة ولا أطلال. ثم نعودوا للازمة طبعا كانت هذه النبذة عن هذه الأغنية. الآن غنعاودوها كاملة. تعاديني تهجرني وتخلي لي رسامي خليا يا رامي خليا وهديك رسامي. صعبة في الغناء، فأنا المهم درت مجهود ديالي باش نغنيها فقط باش تضح لكم الصورة. المهم هذه نبذة مختصرة عن أغنية خليلي لمجموعة المشاهب، وأتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.